لكن هناك أيضا قصة حول التطبيقات. يبدو أن مستخدمي التطبيقات والمواقع الخاصة بالسفر منزعجون بحسب استطلاع سابق لشركة سنو سوفتوير كشف الأسباب والمشكلات. أولا أسباب تكنولوجية، حيث واجه 59% من المشاركين مشاكل تكنولوجية بشكل أو بآخر، و23% منهم كانت حجوزاتهم غير صحيحة. ثانيا الأسعار، تشكل هذه النقطة مصدر إزعاج وقلق للمسافرين أيضا، حيث اشتكى 45% من المشاركين في الاستبيان من تغيير الأسعار بشكل ملحوظ ومتكرر. أما بالنسبة للخيارات المتوفرة فقد أشار 27% من أن الخيارات الملائمة محدودة، بينما رأى 22% أنه لا توجد مرونة كافية في تطبيقات السفر خلال حجز رحلاتهم. رغم ذلك كثير من المسافرين لا يزالون يفضلون استخدام مواقع السفر على الحجز التقليدي. يقول 36% منهم أنهم يحبون مواقع السفر لأنهم لا يضطرون إلى التحدث مع شخص على الهاتف، في حين أجاب 32% أن التجربة أفضل بشكل عام.